والله الكلام ما يهز عن قول على أبو حذيفة. أبو حذيفة طول عمره هو شاب خلو، شاب خلو دين، عنده عقيدة الإيمان في قلبه راسخة، وطول عمره هو دائما من هو صغير حتى هو مولد 87، بس عند ما كبر طول عمره ما بقدر يشوف لا دوري ولا شيء لا يقمعها بالحجارة. فطولة الأمر من هو صغير من نعومة أظفاره وهو مقاوم، ما بعرف الخوف لأنه هدول محتلين أرض. ولما هو عمل هاي العملية كان هو طولة أمر وهو يشوف الحرائر في الأقصى ويشوف قديش بذلون على الطرقات، كان دائما يتأثر كثير ويقول إحنا فدا الأقصى وفدا البصرة. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله اللي أكرمنا بشهادته، إن شاء الله نحتسب عند الله شهيدا. وبعز الحكي عنه يعني يعجز الكلام عن الحكي عن أبو حذيفة. أبو حذيفة بطل دائما كان يحدثني عن المقاومة، عن هذا يقول لي ليش أنت بتنبسطي لما يكون الناس مش أولادك بتنبسطي لهم، وأما أنا ليش بتقولي لا؟ لا بس عشان احنا بما ان لانك انت بار فينا اكثر واحد، انت يعني السند انه شيء. يقول لا في عندك اربع غيري، احنا ما انخلقنا لهي الدنيا، احنا انخلقنا للاخره. اصلا اللي احط صبر رب العالمين قبل البلاء يضع الصبر، يضع الصبر قبل البلاء. انت عمل العمليه ورجع صلى في مسجد النصر، تحمم أول، وصل مرتها على بيتها، على بيت أهلها، وإجت صلى صلاة الجمعة، وصلى صلاة العصر، وإحنا ما بنعرف هو وين ولا إشي. فشو اسمه، الحمد لله، هو الحمد لله كان مقبلاً غير مدبر. وأنا دائماً أقول له اللي بده الشهادة يكون مقبل غير مدبر، وعي يا أمي السجون بديش إياها، بدي إياك أنا شهيد، بدي إياك تدخل في الأعداء. تدخل في الأعداء لأنه شو اسمه ما بدي أزورك في السجون، إن أنا كنت دقت مرارة السجون، فأنا بدي إياك شهيد مقبل أنا غير مدبر يا إمي، تروح بتروح. هذا كل يعني ما يوم عصيب كان مبارح من بداية النهار، لكن لا والله ما عصيب، الحمد لله إنه نال شرف، أحتسب عند الله الشهيد إن شاء الله. والله ما كان عصيب، كان أجمل شهيد شفته، كان ريحته المسك، والله كان ريحته المسك، ما كان عصيب. ده يقابل ربنا بدمه يقول له يا رب لما قتل لما نزف هالدماغ، قال له من أجلك يا رب، من أجلك يا رب. الحمد لله لا من أجل أي شيء، كان دائما هدفه الآخرة، هدفه دائما إنه يكون شهيد. والحمد لله، الحمد لله، والله ما كان عصيب يا ميز، والله كان إنه أجمل يوم، أجمل يوم كان فيه معاذ وهو مقبل غير مدبر. هذا وأهم إشي لما خبرتيني إنه شو اسمه، الحمد لله هو هذا ما رب اسمحني. الحمد لله، الحمد لله. هاي برضه هذه ما بنقدر نحصرها في كلمات، الموقف اللي انه هو كان مقدام، كان جسور. الحمد لله، الحمد لله، والله مش خساره في اللي خاله. الحمد لله، مش خساره، والله ربنا ما خلقنا لهذه الدنيا الفانيه، احنا خلقنا للاخره. الحمد لله، والحمد لله، الحمد لله على كل حال.